اليوم تخيل بنيتك ولا أولادك يقرأ في آخر سنة ولا يقرأ في الجامعة ويقول لك يا أبوي يعني والله يا أمي يعني راه بنبطل خلاص بنوقف قراية نبي نخدم في أي مكان. كيف يكون ردة فعل الأب ولا الأم اللي الموضوع هذا يعني؟ ماما شوفي أنا طلعت من نص المحاضرة را. أنا طلعت من نص المحاضرة ما عادش قدرت أركز. خير شو الخير؟ شوفي ماما ولي دماغي متشتت هلبة. ماما شوفي شو نسيت قالت لك حاجة ماما بنسيب الطب أنا خلاص أنا قاعدة في بداية المشوار بنسيب. ماما أنا عارفة إن أنا خشيت لك عن رغبة وكل شيء بس ماما خزي تشوفي فيا كل يوم نبكي. وش بالك سارة وش بالك وضع البلاد أصلا أنت الوضع عام مش مضايقين كلهم طلبة. ماما مش معقولة لما نوض نبي نقرأ ماما نبكي راني شو بتقولي ماما بنسيب ماما خلاص ما عادش نقدر والله ما عادش نقدر الله ماما أنا أسمع ماما أنا حق الكورسات مش قادرين عليهم ماما نبي نخدم أنا خلاص أسمي أنا لقيت صراحة في مصحة هنايا فيها شغل باي أنا بنبدأ نخدم فيها من 8 ل 2 حتى الراتب 300 في الشهر كويس شوف عليه أعطيني كلب أنا غادي أيوة سادي أيوة قلت لك هو كم بينظف الشارع يعني تراب وواحد وقصد تراب وحشاك ناسة والقرادل والأمور هذه كلها وفي راس قال لك عادي بيخدم هيك بينظف والله قال لي ظروفي تعبانة هو قال لي ظروفي تعبانة ونازح وقال لي نبي نعاون العيلة ونعاون خوتي ونعاون كذا وقال لي نبي نوقف الطب أنا ولا يواجعني هو موضوع الطب لكن ما عنديش مشكلة يبي يخدم يخدم ماما حصلت خدمة صاحبتي بوها عندها شركة عندها اكي عيادة ومرات نخدم في ريسبشن نخدم اي حاجة ماما خلاص انا موضوع القراية اصلا موضوع فاشل الزهر اللي حسستني انها فقراء بوك يخدم في شركة نفسية ولا دكتورة في الجامعة وتقولي ما عندك كل شيء حد تكلم على الكورسات ولا كلمناك حاجة ماما لكن انا لما نطلب منكم يا ماما نتحشم رأي انت ما تشوفيش في الضغط اللي علي لا تغطي ماما شو المشكلة انت قول لي شو رأيك بس توا لا هذا موضوع فاشل ترى تعال اخدم معي انا خدمتني ونعطيك كل يوم 200 جنيه انا نعطيك كل يوم 200 جنيه ماما انا لو موضوع الطب تشوفي فيه واحنا ماما انت اكثر واحدة تقولي لي اصلا يعني وضع البلاد وهيك روحك زهرة ماما نقول لك طلعت من نص المحاضرة الدكتور ما فهمتش منه شيء وضع الحارة والجامعات مره حكيها قبيته غير هذا مأثر فيك بسرعه يا بنتي شنو هو اللي مأثر من الكورونا الصبح في المصحة وفي حوش بعد الكورس حتى هو بنمشي ننظفه ونروح قلت لي اني ما عنديش علم انت ما عندكش علم كيف ما تقوليش بعدين ايه بقى انت شو رايك انا عندي لا السلام عليكم عليكم السلام سلام كيف حالك باهية اهلا وسهلا خير لا باس ابنية مضايقينها ولا حاجة شنو فيه؟ ما أنا دكتور أنا دكتور ما دكتور من حضرتك أنا دكتور دكتور متاع المصحة اللي بتخدم فيها هي تو معقولة أنت دكتور حضرتك وبتعمل قرايتك وتقول لها طالبة تقول لها سيدة وتمشي أنتم بخيركم معاها في الحوش مضايقينها والله ما أنا مضايقينها شنو قلت لك بخيركم البنت متضايقة حتى المحاضرة لين قاعد يبخوا فيها بالمية بالعكس هي السترس اللي ساير من الوضع كله يعني الطلبة
صفة هامة مش حاجة. ثاني فجأتني بصراحة، بالعكس هي حلمها الطب أصلا يعني. إباهي كويس، هو حلمها قدام عندنا شوية، بالعكس شاطرة. معليش سامحني، تو أنت دكتور ومكمل قرايتك، تقول لها تشجعها. أنا مش كمل، أنا عادي مع، لكن معناها بحكم إني مدير مصحة فالأم هي بتخدم مع. أنت دكتور خالد ميلاد؟ لا. نعم. أنت خالد ميلاد؟ لا لا لا. من حضرتك؟ أنا الدكتور علي أحمد. لا لا ما المهم تو البنية انتم انت تخدم، تقدر تخدم معي عادي مفيش مشكلة. علاش تخدم معك؟ علاش بنت طموحها طب وبنت جايبة، هذه عندك جايبة 98.15% في الشهادة السنوية. باهي هي عارفينها هي شاطرة، لكن ظروفها قالت احنا ظروفنا صعبة. قال ظروفنا صعبة. احلامها كبيرة، شو ظروفها صعبة؟ صعبة. انا دكتورة في جامعة طرابلس راني، وابوها مهندس شركة نفطية، شنو ظروفنا صعبة؟ في راس متوقع الشيء. بنظفوا البلاد يا راجل والله. ها؟ انت بنظفوا، قلت لك شو المشكلة فيها؟ ماهيش عادية يعني، شو المشكلة؟ زيني زي الناس اللي تنظف. هي عادي لا في راس فوت الموضوع. أعطيني الراجل أعطيني. بلادنا يا رجب هادي راه، قصدي بلادنا هادي. مش عارف بلاد. تعرف بلادنا عارف. أيوة. ها. أيوة كيف قلت لي؟ يستاذي آه. في حاجة ده مش مضبوطة فوت اليوم. نعم خيرا، موضوع في راس هذا خيرا مريض هو شكلك. نصيحة مني هنا فوت بالله عليك، أنا تورا بنجي مكانها. لا هو هو ما كان يوقع معي، تو يوقع فهمي. ما توقعش معي استاذ. ما هو تو قداش عمرك انت؟ 23 سنة. 23 سنة معنا هذا يحكم في نفسه. ما دير رايك. هاي السلام عليكم. ما توقعش معي استاذ وخلاص، انا كو جاي غادي المكان اللي فيه هو. ما هي متبش كتره، قالت انا تحشمت اني نقول لي ماما وبابا اعطوني. هي 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 حساسه، هي حساسه هي والله. ما في الحكي كلام هذا، ما فيش. انا مستغربه بالك واحده من صاحباتها. باش ان البنت، معلش سامحيني في الكلمه، البنت تكذب. شو تكذب؟ هي 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 حساسه زياده على اللزوم، والوضع مزايدها، الوضع اللي فيها هذا مزايد ماثر فيها يعني. مش باي هي تو انا نقدر مثلا تخدم الصبح يوم وتمشي الجامعه يوم ثاني. رد بالك راه والله تعرف رد بالك. شو رد بالي؟ ازيك شو بنتي؟ ما الحق فيا انا تو اللي بيخدم لك بنتك تقولي رد بالك؟ نعم؟ تو اني الحق فيا انا اللي بيخدم لك بنتك تقولي رد بالك؟ تخدم لي بنتي خير، بنتي محتاجه خدمه اصلا ولا احنا طالبين؟ هي مسكينه هنا وقالت انا ما عنديش حتى قرش. لا 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 معلش لو سمحت. ما فيش. شوفي تفضل يا رجاب. عمي. ما تبيش يخدم انت ولا تبيه يكمل قرايته؟ لا 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 يا ابوي يا راجل، عندي امكانيه باذن الله نقريه، وعندي امكانيه نديروا له. انت تبوه يكمل ولا تبوه يخدم؟ يكمل قرايته يا صاحبي، يكمل قرايته. باو البلاد من ينظفها؟ يا انت تجري بيه يا صاحبي. يا اخوي رجب. احنا طبعا شاكرين جدا 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 موقفك، وهذا الصح، وهذا اللي نبوه، هذا اللي نتمنوه، ان كل واحد ينصح ولده وبنته، وان نوقفوا معاهم، وهذا الشباب اللي احنا نعولوا عليهم. انت معانا في برنامج اسمه افتح المايك، افتح المايك. أنا أشرف الشريف، أشرف رعايش. رعايش يا رجب، أشرف رعايش. أستاذ أشرف شن حالك؟ شن حالك أستاذ؟ بارك الله فيك والله. إحنا قاعدين نبوا ننقلوا إيجابياتنا وبعض السلبيات اللي نحاولوا كيف نعالجوها. نبوا إحنا طبعاً نكلمنا في شقين توا، شق إن الشاب مفروض يكمل قرايته بعد ما وصل لهالمرحلة هذه، والشق الآخر إن إحنا لازم ننظفوا بلادنا. فطبعاً هذه رسالة لكل الليبيين، ان نحافظوا على صغيرتنا، نوقفوا معاهم في قرايتهم، نشجعوهم على انهم يكملوا دراستهم. وفي نفس الوقت انت قلت له ما فيش مشكله عادي، لكن شنو الشركه هذه خاصه او عامه؟ فعلا كلامك مزبوط، بارك الله فيك استاذ رجب. فيك بارك الله سيدي، بارك فيك والله. رعشتي معك بشكل ريت نطلع لك مره في تليفون، نطلع لك في تلفزيون، مره في شيشمه، كيف ما تبورة. اسمع والله ما عندك اسمع قلت ولا لا؟ قلت والله لا من كلمك انت، لانك انت اخوه ابغى تخاف، عرفت؟ قال لي بيخاف عليا، قال لي يخاف عليا. محمد القاسم جنبي والله العظيم، كيف ممكن ادور وشباب ابغى اشير صوت ركبك السياره بالله. هو قال لي ما فيش من يخاف عليا الا عمي. يا سيدي اهلا وسهلا فيك، تشرف ان شاء الله خير،
وان شاء الله ربي يهدي البلاد ان شاء الله يهدي العباد يا رب. سامحنا استاذ رجب سامحنا ولا ما عندك مشكله؟ تفضل ما عندك مشكله. هذا الدكتور اللي قلت لك عليه ماما اللي بنخدم عنده. معقوله تو الجو الكبير اللي فيه طيبك كرسك وتخلي في واحد يكلم فيا؟ لانك تعرفين انت تعطي تليفون يكلمني شنو هذا؟ باي ماما شنو الفائده ماما لو كان الكورس مش قادر انا افهم منه شيء. هاي بتوقعي ولا لا؟ ماما نبي نوقع. ماما بتوقعي ولا لا؟ ماما نبي نوقع. ماما بنوقع على العقد اللي اعطوه لي. هذا غير تبي شنو تسجيل فلوسك انت ولا انت اصلا محتاجه تسخين؟ ماما باش نساعدكم باش يكون وضعنا احسن. هاي تو شني معلش يا اختي هذه توقع ولا لا نوقع لها ولا لا معلش؟ ها؟ اي مين يستاهل؟ اسمعيني يا بت انا نكلم فيك تو انا شنو العقد هذا شنو هذا ماشي؟ نوقع لها العقد ولا لا؟ 500 جنيه في الشهر. 500 جنيه لك حنصرف ما يصير 500 جنيه معلش مع احترامي لو سمحت. قداش تبي نعطيها؟ ما تبي نعطيها 1000 انا تحسب نطبع فيهم انا؟ ها سيده والله يا بي بغير اسمي انت تبيها تكمل قرايه اعطيك بنتي معلش لو سمحت. بقى انت تبيها تكمل قرايه ونعطيك بنتك تكمل؟ هي رغبتها هي طموحها اصلا ما تشوفش بروحها الا في الطب هي اصلا. بقى ان شاء الله نشوفها يا رب يا رب. تحب الطب تقرا فادي عندك تسمع نقرا ما تبكيش ترى هي تحب المواد بتاع الطب وتقرا فيها ان شاء الله يا رب. وترسم انت ما انت شو تكتب اللي بيده وشوف غير شوف الناس بتاعها بس هذا الدكتور شوف انا ما بقيت ترسم له شوف ان شاء الله ان شاء الله كنت اسمع لهم كلثوم ان شاء الله يا رب. تحب الطب هذه؟ نعم ان شاء الله يا رب تشوفيها احسن دكتوره سلمك. وتشوفيها في اعلى المراتب سلمك الله فيك. لكن كيف هيك كيف تاخذ منك تليفون كيف هذا؟ ما فهمتكش معلش. معلش نقول لك انا نحكي لك القصه من الاول. احنا نسجلوا فيك تو باهي نصوروا فيك وقاعدين نوروا الام والبو اللي قاعدين يحافظوا على بنيتهم وعلى ولادات. ها؟ احنا برنامج افتح المايك البرنامج هذا يقدم فيه اشرف الشريف اشرف العايش عطيك السلام باي وقاعدين والله العظيم ريتي بالله. فالمهم احنا طبعا الموضوع هذا العام هذا نحاولوا ايصال صوت كل ام وكل بو يخافوا على اولاداتهم وعلى بنياتهم ويحاولوا انهم يوصلوهم لبر الامان زي حضرتك للناس. حاول ان يعني صدمت يعني ان هي تطلع من كرسي اللي تحب الطب يعني وهذا طموحها انصدمت يعني انصدمت الموضوع ما فيش اي مقدمات فجاه تجيني مكالمه زي هذه يعني ما اعرفش روحي حتى كيف تفاعلت مع الموضوع. لا 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 بجديات انت فوق روسنا وربي يوحدك واحنا سعيدين جدا كيف يشوفوا بنيتك وبنياتنا كلهم في القاعات وقاعدين ياخذوا واولاداتنا كيف قاعدين ياخذوا في 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 هالدروس هي وقاعدين يحاولوا انهم يقدموا الافضل ونشوفهم احسن دكاتره ان شاء الله يا رب. بارك الله فيك ولا يبذل في مجهودهم اسود. اي والله رغم الظروف وكطلبه نفسهم في دروس يعني زي هذوما سواء بنات والاكثر حتى الاولاد في دروس زي هذه صحيح ماسكين في قرايتهم صحيح. سامحينا سامحينا دكتوره سامحينا. اي 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 معك الدكتوره الصغيرونه. الو ماما 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 ايوه اسفه اني أيوة. زودت عليك شويه سامحيني. مو علي رعشتيني يا بنيتي رعشتيني والله انا بروحي خفت عليك بجديات لكن انت حسيت انا في الاول قلت لك تتهمك وبعدين لما تميتي تبكي وهيك حسيت بكلامك تقولي انا حتى ماما لو كان تشوفيني نبكي في الحوش او من ضغط القرايه هذا طموح يعني ولانك انت ماما في حياتي فانا عارفه انه مستحيل نتخلى على حاجه زي هذه. اسمعي بقى اللي ما دفتول بوك المكتب هذا ربي يحفظك دكتوره. شكرا دكتوره ربي يحفظك. شكرا مع السلامة مع السلامة. مشكورين وهادو بنياتنا اللي احنا سعيدين بيهم وفرحانين بيهم ولاداتنا وان شاء الله يا رب نشوفوكم في اعلى المراتب ان شاء الله.